شكرا. اذا تحيه للعلام النكري سفيان. اذا من اللي بعد اذان النكري سفيان، اذا تحيه ليك، تحيه للبارديه. اذا بالفعل انه هذا النكري سفيان في هذا المهرجان هو بان، اذا نتمناو انه يبقى معنا حتى النهايه، حتى يختم معنا التظاهره بهذا المستوى هذا. شكرا سفيان. الماحي صالح، جي عندنا خويا الناس بغاو الحده. الماحي صالح، اذا كتسمعني جي عندنا الناس بغاو الحده. مابقاش عندنا شي تعليق ما نقولوا على هذه الصرمة، مابقاش عندنا ما نقولوا على هذه العنفات ديال الساقي مصطفى. إذا مشكور، وتنقول يعني قلنا ما فيه الكفاية في حق هذه الصرمة هذه، فتحية ليك وبقى معنا في هذا المستوى هذا. نتمناو أن النسخ المقبلة إن شاء الله نشوفوك بحول الله. إذن شكرا إقبال إدريس، تحية ليك، تحية لكل إخوان البردية بالصحة والراحة اللي باقي عندهم الجهد، باقي ما بانش عليهم العياء والتعب، يدير باقي النفس الطويل باش يعطيونا العروض باش يمتعوا الجمهور، لأن الجمهور بالفعل حتى اليوم، إذا اليوم الأحد نفس الشيء غادي نقول على حساب اليدار السبت، إذا كاين حضور جماهيري غفير جدا، إذا كاين إقبال على هاد التظاهرة هذه، إذا هي الجمهور ديالنا المتعطش لفن الفروسية التقليدية، إذا اليوم حاضر معنا بكثافة، حاضر معنا بكثرة، ومازال ساعة بعد ساعة كيتزاد الحضور، كيتزاد الجمهور ديالنا. إذا نتمناو السلامة لكل من هو شاد الطريق باش يوصل لعندنا باش يتفرج معنا، وكذلك اللي هو ما غنهضرش، عطيني الهيفا بيجي ما غنهضرش، هذا سكتني دابا، سنة معايا ما خلى لي ما نقول، عطيني الهيفا بيجي، زيد الصوت. المدير التقني ديال السرعة شنو باغي يدير، لأن بالفعل